اعترفت السيدة التي تمكنت قوات الأمن في المنوفية من توقيفها بعدما مارست أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية في اليوم، قائلة: أسعار الليلة تبدأ من 50 ل 150 جنيه، وكل واحد ومقدرته واللي يقدر عليه يدفعه، وما بحبش حد يزعل خالص، أي حد معاه حاجة يدفعها وخلاص. وأضافت في اعترافاتها أنها اتجهت للعمل في الدعارة حتى تستطيع العيش، قائلة: هعمل إيه يعني، أصل الحياة صعبة والدنيا بقت نار والأسعار في السماء، هعيش إزاي وأدفع الإيجار منين؟ وأضافت في اعترافاتها في تحقيقات نيابة تويسنا بإشراف المستشار أحمد عبد الجواد: كان نفسي أعيش كويس، لكن الزمن هو اللي عمل فيا كده، وربنا يسامحني، لكن أنا غلطانة، ولو رجع بيا الزمن عمري ما يعمل كده تاني. كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب تفيد قيام ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز وسنا بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستقطاب الرجال والشباب راغبي المتعة الجنسية لممارسة الدعارة نظير مقابل مادي تتقاضاه. وقامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بتوقيف المتحرى عنها في منزلها وبصحبتها كل من عامل ومقيم بدائرة المركز ومدرس مقيم أيضا بدائرة المركز. برأيكم هل هي مجرمة ولا ضحية؟ شاركونا بالتعليقات. دي مصيبة تانية برضو، بعدما عجز عن توفير الزي المدرسي لابنته قاد العوز وقلة الحيلة مواطن دمياطي إلى معرض المستلزمات الدراسية اللي هو العودة للمدارس المقام في ميدان الساعة ليحاول الخروج بزي مدرسي جديد لابنته بعد أن أخفاه داخل كيس أسود محاولا التسلل خارجا، لكن كاميرات المراقبة رصدته. ونشر صفحة تصاميم دمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل الواقعة قائلة إنه تم القبض على مواطن وزوجته لسرقتهما زيا مدرسيا في المعرض المقام بميدان الساعة بعدما التقطت إحدى كاميرات مراقبة سيدة تقف بجوار زوجها وأخرجت كيسا أسودا من حقيبتها وأخفت فيه الزي المدرسي وهو خاص بالمرحلة الابتدائية. وأضافت الصفحة: الضمايطة وصلوا إنهم ما عندهمش فلوس يشتروا حتى هدوم المدرسة، لما راجل باين عليه إنه محترم ومش حرامي يضطر يمد إيده ويسرق بدلة مدرسة علشان خاطر بنته ما تزعلش وما تبقاش أقل من أصحابها، يبقى ربنا يستر علينا من الأيام الجاية. حاجة مؤسفة. وأثارت حالة المواطن عاصفة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بين المتعاطف يبرر سلوكه وبين من يرفض التستر على واقعة السرقة أيا كانت الظروف والأسباب. ونفى الرائد محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط ما تردد من أنباء عن القبض على الرجل والسيدة، وأكد معوض في تصريحات للتحرير أنه تم إطلاق سراحهما بعد حل المشكلة مع البائع، ولم يتم تحرير أي محضر رسمي عن الواقع. شاركونا رأيكم برضو بالتعليقات. هنشوف مصيبة تانية، واحدة اتجوزت 3 رجالة. استطاعت ربة منزل أن تجمع بين 3 أزواج في آن واحد طيلة 5 أعوام، وكرت الصدفة وحدها نجلها لاكتشاف جريمتها وإبلاغ والدها الذي قدمها إلى المحاكمة الجنائية في حدائق الأب. وترجع تفاصيل الواقعة إلى تقدم ميم ميم عامل خراطة لخطبة فتاة من أحياء القاهرة الكبرى بحدائق الأب منذ 6 سنوات، وجمع بينهما القدر للزواج ورزقهما الله بطفلين. واستغلت الزوجة انشغال زوجها بالعمل طيلة اليوم لكسب قوت يومهم، وتعرفت على جارهما الذي يعمل حدادا ونشأت بينهما علاقة آسمة.
تزوجته على إسرها عرفيا وقالت للقاضي لكي أرضي ضميري وأحافظ على عيالي. وروى الزوج تفاصيل الواقعة أمام المحكمة قائلا: تعرفت زوجتي منذ عام على حلاق وتزوجته عرفيا أيضا، لافتا إلى أنه لم يتسرب إلى قلبه الشك بزوجته للحظة واحدة طيلة فترة زواجهما. وأوضح أنه فوجئ ذات يوم عندما شعر بالإجهاد في عمله وذهب للمنزل لكي يأخذ قسطا من الراحة ويتناول الغداء وسط عائلته. فوجئ بعدم تواجد زوجته بالمنزل دون استئذانه وتركها أبنائه بمفردهما دون مبرر واضح، وكشف عن أن نجله الأكبر ذا ال4 سنوات من عمره أكد له أن والدته انفردت بالحلاق داخل غرفة النوم لبعض الوقت، وذهب سويا لشراء ملابس داخلية بحسب ما سمعهما الطفل. وقال الزوج أنه طلب من نجليه أن لا يبلغ والدته بوصوله المنزل، ورجع إلى عمله مرة أخرى، وقرر أن يراقب زوجته. ولفت إلى أنه خلال مراقبته لها لمدة أسبوع شاهدها تذهب إلى جاره في شقته لمدة ساعتين بعد 11 ظهرا خلال اليوم، وتعود للمنزل لتجهيز وجبة الغداء للأطفال، وتذهب لشقة إيجار تجمعها بالحلاق ساعتين خلال فترة منتصف النهار، وتعود للمنزل مرة أخرى دون علمه. وأكد أنه فتش غرفة نومهما وهاتفها المحمول لكي يكتشف دليل مادي يقدمه ضدها ببلاغ رسمي قائلا: حرام أقتلها وأخسر حياتي ما تستاهلش. وعثر على عقدي زواج عرفي داخل ملابسها الداخلية، إحداهما للحلاق والآخر للجار، فتقدم بهما ببلاغ رسمي للنيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة الجنائية في محكمة جنوب القاهرة. هنشوف مصيبة كمان، كارثة تانية. عانى الزوج سين كثيرا من الوحدة بعد وفاة زوجته، خاصة أنه كان يقيم مع أبنائه البالغين، كل منهم له حياته الخاصة. ما جعلهم دائما في انشغال عنه، فافتقد للونيس في حياته وعدم قدرته على إدارة المنزل وحيدا دون زوجة، وحينها أدرك أن زواجه مرة أخرى هو الحل. بعد فترة بسيطة من البحث قاده حظه العاسر لأن يرشح له أحد أقاربه الزواج من فتاة بعمر أبنائه. فرح الزوج كثيرا وتحمس لذلك الاختيار، معتقدا أنها ستنير ظلام حياته وستكون سببا في سعادته الدائمة، لكنه أدرك متأخرا أن تلك الزيجة كانت طريقا للصدمة والشك. تزوج هذا الرجل من الفتاة الشابة، إلا أنها اشترطت عليه قبل الزواج أن تضمن حقها بأن ينقل نصف ملكية بيت الزوجية إليها، فوافق ولم يمانع هذا الشرط. وبعد فترة لا بأس بها من استقرار حياتهم أنجب منها 3 أطفال، فرح بهم كثيرا كأنهم أول من ينجب. في يوم من الأيام خرج الزوج من المنزل ليقضي مصالحه، بعد 7 ساعات رجع إلى البيت ليلقى ما لم يضعه في الحسبان مطلقا، لتأخذه عيناه لمشهد يقلب حياته رأسا على عقب، حيث وجد أحد أبنائه وزوجته في حالة زنا أثارته الصدمة لحد الجنون، ولم يدر بنفسه إلا وهو يأتي بزجاجة من البنزين ويحرق البيت بمن فيه. وبعد فترة قليلة جاء الأهل والجيران لإخماد النار وإنقاذ من كان في البيت، ولم ينتظر الابن والزوجة كثيرا حتى توجهوا إلى رفع دعوى على الزوج واتهامه بحرق ممتلكاتهم ومحاولته قتلهما. فاستنجد بالقضاء قبل أن يذهب ضحية لجنون هذا العجوز، حتى وجد الزوج نفسه سجينا لعدة أيام، مما جعل أمر لجوئه لرفع دعوى زنا عليه أمرا صعبا بسبب مرور أيام على الواقعة وعدم وجود ما يثبت صحة كلامه، بجانب ما بدأ يراوده من أفكار وشكه في أبوته ل3 أطفال من هذه المرأة. اقترح أحد أقارب الزوج أن يقيم دعوى إثبات نسب ليطمئن لنسب أطفاله الثلاثة، أو ليثبت جريمة نجله
وزوجته في حقه. فتوجه الرجل مسرعا لمحكمة الأسرة ليقيم الدعوى وكأنه غريق يتحلق بقشة النجاة. بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأ القانون والطب الشرعي يأخذ مجراه في هذا الأمر، حتى فوجئ سين بوالد الزوجة يساومه على التنازل عن القضية في مقابل أن يعيد نصف المنزل الذي أخذته. واستمرت مناقشات كثيرة حول هذا الأمر، مما أكد شكوك الرجل حول أبوته لأطفاله الثلاثة، مأساة، ونسبهم لابنه، فجعله أكثر إصرارا على عدم التنازل وانتظار قرار العدالة واسترداد حقه في شرفه الذي لوثه ابنه وزوجته، بجانب اتهامه بالجنون. مأساة إنسانية بكل المقاييس. شاركونا بالتعليقات.